تقول الأسطورة أن الحمار كان مربوطا بالشجرة، فجاء الشيطان وفكه. دخل الحمار مزرعة الجيران، أكل وعاث فيها فسادا. فشهدت الزوجة هذا المشهد، فسارعت إلى بندقيتها وأطلقت النار على الحمار. نظر الجار إلى زوجة جاره وهي تحمل البندقية، وإلى حماره وهو غارق في دمه. أخذ هو الآخر بندقيته وصوب عليها وقتلها. بعد ساعة عاد الزوج إلى بيته، رأى زوجته ميتة والحمار والمزرعة، ففهم المشهد. أخذ بندقيته هو الآخر، طرق باب جاره، لما خرج أطلق عليه النار وأرداه قتيلا. بعد ذلك قيل للشيطان: ما الذي فعلته؟ قال: لا شيء، فقط فككت الحمار. حقيقة أن الحمورية ليست مقتصرة على هذا الكائن الجميل الذي له 4 قوائم وأذنان طويلتان، هذا كائن مسكين صبور يعمل بجد ونشاط. هناك أشخاص حمير رغم أن لهم ملامح بشرية. هناك كثير من الدعاة الذين يعترون المنابر ويطبلون للطغاة بحاجة أن يربطوا. وهناك كثير من كتاب المقالات الذين يصبون الزيت على النار في خلاف الساسة والدول بحاجة إلى أن يربطوا. هناك كثير من المثقفين، الفنانين، الإعلاميين الذين نعتبرهم من نخب المجتمع يجب أن يربطوا، وما حال هذه المجتمع اليوم إلا لأن الشيطان فك لهم الحبل.